كله هيشرب. انا عايز ميه، انا عايز ميه، انا الاول، انا عايز ميه، انا الاول، انا 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 كوبايه الميه ب 50 دينار يا بلاش. يا لهوي 50 دينار مره واحده؟ ايه يا لهوي؟ خرابي يا جت ميتيه شرابي يا مسد. يا لهوي بورو في 60 داهيه. بكره لما العطش يقتلكم هتجولي كلكم زي الكلاب. اذهبوا الى الشيطان. هنبدا بريتا جوبريال. أصدقائي المشاهدين في كل مكان، إحنا استمتعنا بزمن الوحش، وبعد ما استمتعنا بزمن الوحش بادرة جميلة جدا جدا من هاني آدم، المهندس هاني آدم، خبير العقارات هاني آدم، إن هو يكرم فريق زمن الوحش. أهلا يا هاني. أهلا بيك يا خالد بيه، نورتونا بجد النهاردة. حقيقي حاجة يعني أكتر من يعني فرحتونا وخليتوا العيد عيدين، نقدر نقول كده. هاني يعني دي بادرة تعتبر جديدة شوية، إن حد بيشتغل في المجال العقاري إن هو يهتم بالفن. العملية دي بدأت إزاي؟ بص حضرتك، انا من المستري من 2017 2018 وانا عيني على تياترو العرب، اما بيجي سبونسر لتياترو العرب وكده، بس للاسف انك تبقى سبونسر لفرقه ما بيديش يعني مجرد هي لقطه ساعه العرض وخلاص انتهى الموضوع. كان بالنسبه لنا احنا عايزين نوري الناس دي، عايزين نوري ان في فن عندنا، عايزين نوري ان في مجهود كبير. الناس دي لازم تتكرم ولازم تظهر للنور ويتعرف انها فعلا بتعمل فن كويس ببضيء بأقل الإمكانيات المتاحة، لكن قدموا عرض وعرض قوي وكويس استمتعنا بيه من أول دقيقة لآخر دقيقة. أنت تابعت العرض؟ جدا. يوم واحد ولا اثنين؟ أول يوم. للأسف كان نفسي أجي تاني يوم ولكن الظروف ما سمحتش. هاني، إيه اللي شدك في العرض لما تابعته؟ بص، العرض فكرته حلوة جدا. فكرة اللي هي فكرة تشدك من الأول للآخر، أنت عايز تعرف نهاية القصة، عايز تعرف الوحش ده مين. تمام. الإسقاطات، الرموز اللي كانت موجودة، الديكور، البير، تصميم البير، كل دي اسقاطات موجودة في حياتنا بنعيشها كل يوم يعني على المستوى العربي او على المستوى الدولي. فالمجموعة بصراحة لخصتها ومثلتها، مش هقول مثلتها، أدتها، لان كلمة التمثيل دي ما اعتقدش هم ممثلوا، هم كانوا بيأدوا، وكانت مفاجأة ان هم مش محترفين ولكن عملوا ادوار قوية جدا جدا جدا. كل واحد استقطع من وقته، استقطع من اهله، من بيته، ومن جيبه علشان يطلع العرض بالمنظر الجميل ده. انت اتفقت ان التكريم كان يكون مواكب للعيد، ولكن طبعا انت اضطريت انك انت تغير. حصل بالظبط. والنهاردة انا شايف ان تقريبا اكتر من 95% من فريق العرض وصلوا كلهم فعلاً. انت عملت التكريم عبارة عن ايه؟ ايه اللي انت عملته بس؟ احنا طبعا كان يعني لازم يعني نجيب الناس دي نقعد معها كلها من أول الفكرة والمخرج الإداري، الإضاءة، الديكور، الملابس، كل فريق العرض حتى المجاميع الصغيرة. كان نفسنا إن احنا نقعد مع الناس دي، نقعد ونقول لهم شكرا، نقعد نقول لهم شكرا. مفيش فرق. يمكن حضرتك لاحظت ان احنا بدأنا بتكريم الشباب الصغير، لان الشباب الصغير ده هو اللي جاي وراهم، يعني جاي ورا المجموعة دي. يمكن المجموعة دي السنة دي تمثل السنة اللي جاية، بس 5-6 سنين الناس دي لازم هي اللي هتمسك الشعلة وهتكمل في الموضوع ده. يعني احنا بنحضر للأجيال الجاية. بالظبط، لان هو ده الجيل، هو ده الجيل. المسرح ده رسالة. يعني انا شايف ان حضرتك خالد بيه، المسرح بالنسبة لنا رسالة كويس، مش مفهومة، مش معروفة. يمكن ناس كتير جدا لما تحرك ملاحظ بيجيبوا الفنانة اكس ولا الفنان واي يجي يغني، تلاقي الدنيا مليانة وترش الملح ما ينزلش وواقفين، لكن تيجي تقول له تعالى تتفرج على مسرح تلاقي العدد مش قليل. فاحنا دورنا يعني من الجيل بتاعنا عاوزين ننشر ثقافة المسرح ونخليه أداة ترفيهية تعليمية في نفس الوقت. انا شايف كمان ان ده كلام حضرتك مباشر، خاصة ان احنا كان عندنا عدد كبير من الشباب اللي طلعوا.
بالظبط. عشان كده لو تلاحظ حضرتك انا اصريت ان التكريم يوصل للشباب قبل الكبار. الكبير خلاص عارف هو عمل ايه، لكن الشاب الصغير لا، عايز يحس ان هو بالفعل عمل حاجه، بالفعل عمل حاجه. ده شغل الكبار يا هاني. ده شغل بسيط يعني، يعني مش عارف يعني بصراحه انا كنت اتمنى ان احنا نعمل يعني حاجه اكبر من كده او اعلى من كده، بس ان شاء الله الايام اللي جايه كتير. ولكن كان بالنسبه لنا نفسنا ان احنا نعمل حاجه نقول للناس دي شكرا. لا انت عملته واحسنت الحمد لله، ربنا يخليك والله. هاني نسيت ايام زمان، انساك انساك يا سلام، انساك ده كلام او ده اللي مش ممكن ابدا. احنا مش كنا مسميينك هاني زي ما احنا بنتكلم عن المسرح والبقاء والاستمرار. انا شايف ان في الخلفيه عندنا مكتوب الهرم. الهرم طبعا. طيب يعني ايه الحكاية؟ بص حضرتك يعني احنا اسسنا شركة بيراماين، وزي ما حضرتك شايف انها يعني دريفيتيف من البيراميد الهرم المصري، واخد بال حضرتك، على اساس نقول للناس احنا مصريين. زي ما قلت حضرتك النهاردة في بداية اللقاء، بيراماين دي اول شركة مساهمة مصرية تنشأ على الاراضي الكندية. دورنا ان احنا نساعد الناس، نفهمهم يعني ايه انفستمنت، يعني ايه يبني بورتفوليو ليه والاجيال اللي جايه. احنا النهارده في بلد غربه، ما اعتقدش يعني مش دورنا ان احنا النهارده نوصل لسن التقاعد وناخد بعدين نرجع في بلدنا، لا احنا عايشين هنا ودي بلدنا خلاص. بما اننا اخترنا دي لازم ننافس الجاليات التانية. احنا مش احسن من جاليه اكس او الجاليه واي بدون ذكر اسماء. الناس دي عارفه يعني ايه فلوس، عارفه يعني ايه استثمار، عارف. احنا ما بنقولش الناس ادفعوا فلوس، كل واحد لو بص هيلاقي انه عنده كمية فلوس غير مستغلة، مثلا زي نظام الار اس بيز غير مستغلة، لو حطيتها في مكان ودور هيلاقي نفسه بياخد عليها 2%. أكيد. تمام. لو جه النهارده سأل في بيراماين انت بتدونا كام، هقول له انا بدي لك 18%. بتدي له 18% على اساس ايه؟ بص حضرتك احنا بنشتغل في نوعين من الفند. احنا الفند بتاعنا ابروفد من الجوفرمنت، تمام، ابروفد من الجوفرمنت ان احنا نكولكت الار ار اس بيز والتي اف سيز بالاضافه للكاش برضو. واخد بال حضرتك كل الفند ده اللي هو متراقب من الحكومه احنا بناخده بنحطه في اوعيه عقاريه، واخد بال حضرتك، بالاستثمار لمده 5 سنين. معلش انا هضطر ان انا اقطعك كويس، علشان فاكر انت جيت كندا امتى؟ طبعا 98. فاكر اول مره سمعت ار اس بيز وار ار اس بيز؟ انا فاكر طبعا. كنت فاهم حاجه؟ لا. طيب نفهم الناس. حلو. يعني ايه بقى اللي انت هتاخد الحاجات ده هي وهتقدم بيها وخد وقتك انا معاك. بص يا سعاده الباشا، الار ار اس بيز هي اختصار ريجستر ريتايرمنت سيفنج بلان. ده عباره عن الحكومه، فلوس الحكومه اللي هي بدل ما حضرتك تتلفت وتروح تدفعها ضرائب للحكومه يا اخي استثمرها، بتشيلها مقدم علشان بعد كده لما تتقاعد تقدر تاخد الفلوس دي ويكون عليها سماح ضريبي. سماح ضريبي كويس قوي. يعني مثلا هي في انت حضرتك ليك من حقك انك تسيف كل سنه 18% من دخلك بحد اقصى 32,000. ده اللي هو بيقولوا عليه الحد بتاعي. الحد كل بتاعي كل سنه ممكن اساهم ب 18% من دخلي، بس الكاب 31,000 دلوقتي. فاكر ده جروس ولا صافي؟ جروس. وده بالتالي بيكون اضافه جميله، لان تمام. لو كنت ساي مثلا ان حد بياخد 100,000 فهو يشيل 18. بس خد بالك ولما بتيجي الحكومه بتحاسبه على الضرايب مش بتحاسبه على المية، بتحاسبه على انه الانكم بتاعه السنه دي 82,000، فبالتالي بيقلل ضريبه، بيجي له ريفاند من الحكومه، بياخد الريفاند ده. احنا بنساعده بنعمل له بلان، بنقول له حط الريفاند ده حطه في حاجه اسمها تي اف اس سي، لان ده افتر تاكس دولار اللي هو التاكس تاكس في سيفنج بلان. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فالنهارده انت بتبني له نوعين بارلل من الاستثمارات. واخد بال حضرتك؟ بدل ما يروح يستثمر في الستاكس، لو حضرتك بصيت احنا بنقول ايه؟ انفست ان بلوكس نوت ستاكس. بالظبط. احنا معلش يعني احنا عندنا عداء شديد جدا للستاكس. الستاكس النهارده جنان، بتطلع وتنزل تطلع وتنزل. وفي ناس خسرت كتير. 17% البورصه. 17% السنه اللي فاتت الناس خسرت في البورصه 17%، في حين ان احنا دفعنا 21% للعملاء بتوعنا. يعني انت اديت للناس اللي استثمرت معاك 21% كعائد على استثمارهم. حصل. ازاي اقدر انا اجي علشان ادفع لك الفلوس ده هي بدل ما اوديها البنك؟
بسيطه حضرتك تحدد ميعاد بتيجي بتقعد معايا بشرح لك كل حاجه من الالف للياء. ممكن حضرتك بتتابع قناتي على اليوتيوب بحط فيها ايديوكيشنال فيديوز بنتكلم على الاستثمار بنتكلم على الضرائب بنتكلم على الاستيت بلان بنتكلم على كل حاجه تهم المجتمع العربي وغايب عنه. زي ما حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا في الاول قلت لي انت لما جيت كنت تعرف حاجه عن الار اس بيز؟ بامانه لا. اما قالوا لي نعمل لك ار اس بيز وعايز دي ولا مش عايز دي قلت لهم زي ما تعملوا نفسكم اعملوا لي. على فكره وبيكون عدى وقت للاسف على بال ما الناس بتبتدي تفوق لنفسها بيكون عدى وقت. ما هو المشكله كده لان انا دوري النهارده ان انا بساعد الناس انها تريتاير ايرلي. بدل ما تريتاير على 65 تعالى معايا وانا خليك تريتاير على 55 10 سنين اتمتع بيهم في حياتك. في ناس بتقول لك انا اتس تو ليت فور مي. ما فيش نيفر تو ليت. اوكي نيفر تو ليت. عارف ذا بيست تايم تو انفست امتى؟ امتى؟ توداي. ده بقى المقولة اللي احنا لازم نبروزها دايما دايما. The best time to invest is today لان it's never too late. Never too late okay. خلص هاني عندك بورتفوليو عندك عمالة كتير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. احنا الحمد لله حاليا بنمانج asset under management حوالي 75 مليون دولار. واو. asset under management الحمد لله. طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل الناس اللي هي بتثق فينا وعندنا برامج كويسة قوي بنساعد بيها الفيرست تايم هوم باير. الناس اللي هي معاها 5% معاها 0% وعاوز يشتري في 5% في السوق بنعمل ايه بيه بنشتغل. ما انا بخش بقى معايا بساعده بديله زقه بديله ما باخدش منه انترست ولكن بنشير ايكويتي مع بعض. هاني ادم خبير عقارات احنا بنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا بيه ما تحرمش منك. اصدقائي المشاهدين في كل مكان خليكوا دايما معنا على هوا تورنتو. هوا تورنتو معكم اينما كنتم.